بسم الله نكمل ماشي. طب انا دلوقتي بحط الوحده الخارجيه فين وبحط الوحده الداخليه فين؟ الوحده الداخليه من المفترض ان انا لما اجي ارتب الكلام ده هنقوله بالتفصيل في التركيب، لازم اراعي ان هما يكونوا اقرب ما يكونوا لبعض. ماشي؟ يعني انا لو عندي هنا، شوف هنا وهحط الوحده، شوف المكان هنا فين الوحده الداخليه ودي الوحده الخارجيه. تطويل المواسير بطريقه زياده بيضعف التبريد وبيبقى حمل على الجهاز. ما في اماكن لازم كده. في هنتكلم في التركيبات ان في حاجات بتبقى اضطراريه، فساعتها هنقول هتعمل ايه. زي بنتي في حاجات بتبقى اضطراريه، في حاجات هنتكلم عليها في التركيب ان في عماير وفي مؤسسات تقول لك التكييفات لازم في الوحده لازم خلف العماره، ممنوع تركيب حاجه على الواجهه. وفي العقد بتاعك بيبقى مكتوب كده. صح. فحاجه زي كده بتعمل وبتطول. بس لو قلنا دي محتاجه 1.5 حصان لو هتطول مسافه يعني وسط تجيب 2.25 عشان تاخد الواحد كفاءه ال1.5. لو مسافه اكبر هتجيب الثلاثه عشان تاخد كفاءه ال1.5. ليها تعويضات وليها حاجه هنتكلم عليها ان شاء الله بالتطوير. فيفضل ان انت لما تيجي تختار جهاز على قد ما يقدر اللي هو بيقولوا باك تو باك، اللي هو على قد ما يقدر يكون الوحده الداخليه والخارجيه قريبين لبعض. كده احنا خلصنا الدائره الميكانيكيه. نبتدي نتكلم عن دائره الهواء. هل كده بالنسبه للدائره الميكانيكيه في مشكله؟ هو كل الحكايه ان هو فصل اعتبر ان عندك الجدار العازل راح فاصل الجزئين عن بعض. ماشي؟ دايرة الهواء من الحاجات المهمة جدا اللي بتعمل مشاكل. لو جينا اتكلمنا على المكثف. المكثف بيسحب من ورا من خلف الجهاز ويطرد قدامه. يعني بياخد هواء من الشارع، هواء من الشارع يبرد بيه المكثف ويروح مسحوب. اكبر غلط ان انت تكون شغال في جهاز وتيجي تروح فاكك اللوحه بتاعته من فوق. ليه؟ لما انا دلوقتي الجهاز مقفول اهو، الجهاز بيسحب منين؟ انا عامل له اجبار ان هو يسحب من ورا ومن الجنب، صح؟ لو انا جيت ورحت شايل الوحده دي، الجهاز هيسحب لي من فوق، المروحه هتسحب من فوق من الاسهل. ايوه طبعا. مش هنعدي على المكثف، هتلاقي الضغط علي، هتلاقي الاوفرلود فصل. هتلاقي لو انت الاوفرلود ما فصلش او حد كان عامل مفتاح ممكن مفتاح بتشينه يروح نازل. طب وليه ما خلوش المروحه دي تدفع بدل ما هي بتشفط؟ ليه ما خلوش المروحه مش بتاعتنا؟ الراجل ما بقول لك اهو. تدي كفايه يا لا مين قال لك كده؟ هو هنا دلوقتي لما يكون ده الحيطه. ده الحيطة يسحب من الشارع بكمية كبيرة وضاربها في الحيطة صد. هو مش وانا هقلب بقى اخلي الكوري قدام والمروحة ورا. طب ما هي هي. طب ما في الاخر انت بتعمل ايه؟ بتسحب منين؟ اسحب من الشارع واطرد في المكثف. واحدة واحدة. مش بشفط من المكثف. لا يا استاذ، انت كده دلوقتي عندك المروحة بتسحب من الشارع اهو، وبتسحب بتخلي الحيز الكبير، المروحه بتسحب منين؟ من الحيز كله بتاع الجهاز. وتطرد على فين؟ طردت من الجزء الصغير. يعني ايه المروحه شغاله شفاط؟ ايوه انا عايزها تشتغل مروحه. والله الراجل بتاع المصمم بتاع الجهاز هو عمل كده، هو شاف ان الكفاءه دي هتكون احسن. احنا لازم نتفق ان احنا نحط مكاننا، احنا نحط نفسنا في مكاننا الطبيعي، احنا ناس بتوع الصيانه واصلاح. ايوه. في واحد مصمم حسب الدنيا سرعه المروحه كام، انت لو حطيت مروحه اقل الجهاز هيدي عيوب، لو حطيت مروحه اعلى الجهاز هيدي عيوب. صح؟ يعني حتى المروحه دي قدرتها قد ايه؟ حجمها قد ايه؟ الريشه قد ايه؟ ما ينفعش تلعب فيها. مش هو سحب وطرد كده ولا سحب بس؟ اهو بيسحب اهو ويطرد. يطرد في الشارع. يطرد في الشارع اه. يعني سحب من الشارع وطرد في الشارع. سحب من الجناب
ومن ورا وراح طارد على كده. واحد في قصاد المكيف بيبقى فيها هواء، هيدي هواء سخن جامد. جت بقى شركه ثانيه راحت عامله ايه؟ قالت لك لا يا عم انا التكييف بتاعي 4 حصان، ده تكييف 5 حصان، ده تكييف 6 حصان، المكثف بتاعي هيبقى كبير. طب انت يا عم عايز ايه؟ قال لك الجهاز بتاعي كبير فالمكثف كبير. قال لك يا عم انا هكبر حجم المكثف. طب تكبير الحجم ده المروحه الواحده مش هتكفي عليه، فراح عامل مروحتين. ده يعني اللي انا شفته بدايه من 4 حصان، يعني شفت حاجات 4 حصان كده وانت طالع 4 4.5 5 6، طبعا اجهزه اكبر من كده. عمل لك ايه؟ قال لك المكثف. قال لك المكثف انا هكبر حجمه فالمروحه الواحده مش هتكفي تبريده كله. فراح فرد المكثف وراح عامله على مروحتين. جت شركه تاني قالت لك لا يا عم ده انا عايز حاجه تكون الكفاءه بتاعتها احسن. طب هتعمل ايه؟ قال لك انا هعمل المكثف اهم ال4 اتجاهات، يبقى في ناحيه صغيره بس توصيله الكهرباء والمواسير. ده في الجنرال الكتريك وفي وايت ويستنج هاوس في الشغل الامن والميلر و اسمه ادريك والترين شغل امريكاني، اغلب شغل الامريكاني في الوحدات كده. قال لك هنا هعمل ايه؟ قال لك هنا اهو هيسحب من حيز اكبر ويطرد على فين؟ على فوق. على فوق. يبقى انا لازم لما اجي اركب، لازم لما اجي اركب جهاز لازم اكون انا شايف اتجاه الهواء بتاعي ازاي. يعني انا لو هركب جهاز من ده وركبته في سقف بلكونه ماشي الحال، لكن جهاز زي ده ما ينفعش اركبه حاجه فوقيه، الجهاز مش هيبرد. طيب يا معلم ده الكمبرسور بتاعه فين؟ يعني جوه برضه؟ بيبقى جوه في النص كده والمروحه فوق منه. والمروحه فوق منه فعلا. موسى الاواخير بتاع المحارس بتبقى موجوده برضه كلها. المحارس موجوده. موسى في شكل تاني لده؟ يعني ليه المحارس؟ ما هو ده، هي المحابس بيبقى فيه حته صاجه صغيره كده، المحابس دي موجود زي الحته دي كده. بص شايف انت ده؟ اه. بيبقى فيه حته كده من هنا في المحابس وزاره الكهرباء، مش هيفرق في حاجه. تمام. هيقابلنا بقى؟ مفيش حاجه اسمها هيقابلنا. ممكن يعني يقابلنا؟ ده موجود. مش ممكن يحصل، ده موجود بقى له 20 30 سنه في السوق. وفي جديد منه كمان. ماشي؟ ما هو بيتكلم عن ماركات معينه، يعني اغلب ما كنت ما قابلتهم في الويستنج هاوس، في الميلر، في الاجهزه اللي جايه من بره. ها؟ نزلوا دلوقتي كورسز. لسه ده حاجه تاني النهارده. ماشي. لما نيجي نتكلم عن التكييف السبليت هنقسم للتكييفات السبليت لست انواع. ايه 6 انواع؟ الهاي وول. ماشي؟ اللي هو الحائطي. ده بيركب تقريبا في اعلى الحائط او في التلت، في التلت الاخير من الحيط. الارض. وده بيركب ارتفاع من الارض 10 سم 20 سم على حسب اتجاهات الهواء اللي احنا هنتكلم عليه. السقفي. وده بيركب في السقف زي ده. الكاسيت. والكاسيت ده بيركب في السقف المعلق، وده ما بتلاقيهوش بتاع بيوت. بتاع قاعات. قاعات مؤتمرات. حاجات اللي هيبقى فيها سقف معلق. لا على فكره في منه 4 حصان وخمسه حصان، يعني مش قدرات كبيره، قدرات كبيره يعني. بس ده في منه قدرات بدايه من 4 حصان. يعني القطعه دي مبخر اللي هو بيكار. ده هو المبخر. عشان ما تلخبطش نفسك، هو المكونات غير لك الشكل بس مش اكتر. ايوه. ماشي؟ في الفريستاند، والفريستاند ده اللي هو بيستخدموه في الريسبشن اللي هو في الجوامع اللي هو بقى الطويل دوت، ده يعني الدولاب ده. الميزه اللي فيه ان المروحه بتاعته ليها قوه دفع كبيره، فده بيستخدم في المساحات، فهتلاقيه في المساجد، في الكنائس، في المسامح، في المولات، في القاعات، قاعات الافراح بيستخدم ده، لان هو ده بيبقى دولاب
حجمه صغير وفي نفس الوقت بياخد البلاور بتاعه المروحه بتاعته ليها قوه دفع عاليه. في بقى اخر حاجه اللي هو الضغط، والضغط ده تكييف سبليت عادي خالص، زي شفت انت التكييف ده؟ هو بالظبط، بس بيبقى مهيأ بيتعمل له جزء صاج عشان يشتغل في نظام الفلل ويشتغل في المحلات بحيث التكييف ما يبقاش ظاهر. بيبقى شغال بس اللي باين منه بس الموجهات سحب وطرد. الموجهات بتاعته كمان معموله. ماشي؟ هو كله بيبقى اسمه العلم ايه ولا السوري ده؟ بيقول عليه ضغط. لا ليه اسم تاني كده؟ ماشي؟ نيجي للتكييف الارضي. لما تيجي لتكييف ارضي لازم لما تيجي تركب اي جهاز او تبص لاي جهاز لازم تشوف سكة سحب وطرد الهواء. سحب وطرد الهواء من أهم الحاجات اللي تخلي يعني جهاز ممكن يبقى كهرباء سليم، ميكانيكا سليم، بس في مشكلة في دائرة الهواء يخلي الجهاز ما يبردش أو يخلي الجهاز يفصل بسرعة. الجهاز الأرضي ده هنا عامل لك سحب الهواء منين؟ من قدام، صح؟ والطرد من فوق، فده بقى السحب بتاعه الطرد بتاعه كده. دي دائرة الهواء بتاعته اهي. تمام؟ الجهاز ده لو انت جيت وحطيته على الارض خالص مش هيحصل حاجة. لكن ممكن تسيب مثلا 2 3 سم 5 سم عشان لو في مية بيمسحه مثلا ولا أي حاجة ما تجيش إيه؟ تأثر عليه. تمام؟ طيب في جهاز تاني ارضي بيبقى سحب الهواء بتاعه منين؟ من تحت. الجهاز اللي يبقى سحب الهواء بتاعه من تحت لازم لما تيجي تركبه بتركبه مرتفع عن الارض من 20 ل 30 سم. ليه من 20 ل 30 سم؟ عشان تديله مساحه ان هو يسحب. ما انت لو جبت جهاز زي ده ورحت حاطه على الارض هل هيشتغل؟ مش هيشتغل. لازم تديله ايه؟ اديله مساحه وطرد اهو من فوق. وكان في الاجهزه القديمه دي كان في بعض الاجهزه كان بيبقى ليها خاصيه ان انت تبدل مجاري الهواء. يعني كان في اجهزه شايف انت مجاري الهواء من تحت اهو، ممكن في جزء من هنا كده اهو تروح فكه وقلبه يبقى المجاري من قدام يدفع بقى. لا مش لا نتكلم في السحب بدل ما كان يبقى شفت هي بيسحب منين؟ من تحت. من تحت هيطرد من تحت. لا مش لا لا بص شايف انت هنا السحب منين؟ من تحت. شايف انت دي هو خلى ادي السحب ده الجزء ده خلى ان انت ممكن حته السحب مروحه اهي خلى حته السحب دي ممكن انت تفك الوش ده وتحت فيه صاجه بتتفك وتبدلهم مع بعض. مش يبدل سحب وطرد. سكة السحب ما ينفعش تبدل مع الطرد أو العكس. لكن كل حكاية إن هو بدل لك مكان السحب إن خلى السحب من الأمام لا ممكن أنت تخليه من تحت من الأسفل من تحت أو هو يكون من تحت وأنت تخليه من يكون من أسفل من تحت وأنت تروح تخليه من الأمام. نفس الحكاية طرد الهواء. شايف أنت الحظ ده؟ كان في موديلات هنا بيجيب لك طرد الهواء منين؟ من فوق. كان ده اعتبرها ان هي خوصه بمسامير بتفكها وتروح قلبها فيروح جايب لك الهواء منين؟ من قدام. دي كان خواص كان بيجيبها زمان في بعض الاجهزه، لكن دلوقتي لو جينا اتكلمنا فعليا كل الشركات دلوقتي بتصنع اللي هو الحائطي. لان الارض ده كان فيه عيب جامد قوي عايز مساحه. وحصلت معايا شخصيا كنت بعمل شغل زمان لما كنت باخد شغل تركيبات وكنت مركب في شقه ومسلم شغلي تمام. كان جايب الشقه كلها ارض. كان جهاز السي ار الموديلات القديمه كان كلها ارض سقفي. فكان جبت مركب الاجهزه كلها. بعد كده جم كلموني الاجهزه مش شغاله كويس. طب ليه يا جماعه؟ العفش. ايوه العفش. جهاز زي ده وجايين حاطين قدامه كنبه كانت الانتريه. طب انت قفلت سكه السحب هيطرد
هيطرد هيطرد ليه وهيطرد ازاي؟ ما انا جبت ادي على السحب ده وجبت رحت قافل كده الجد مش هيطلع لي هوا صح؟ فده كان من ضمن عيوبه الاساسيه ان محتاج يبقى في محتاج فراغ حواليه او مش محتاج حاجه قدامه او على الاقل لو هتعمل كنبه تسيب 20 30 سنتي حته سحب الهواء والكفاءه بتاعته مش هتبقى قوي لو جالك انت قفلت عملت اعاقه لمرور الهواء ولو هو ده كده وفي كنبه موجوده او انتريه او ركنه او اي حاجه اللي قاعد سوري قفاه بيتلج اللي هو قاعد التكييف بيعمل ايه؟ بيدي او يبقى فيها ايه؟ فطبعا بقى هتلاقي بعد كده الشائع اكتر دلوقتي هو كله الحائطي. التكييف الحائطي كان الاجهزه زمان كان يقول لك ايه؟ التكييف الحائطي والتكييف السقفي هما الاثنين حاجه واحده. كان بيفرق في حاجه اسمها حوض الميه. انا لسه اقول لحضرتك الجهاز اللي عندك فوق السقف ده بشوفه على الارض. ما هو ده كده سقفي، لو هو نفس الجهاز ده جيت ورحت خليته كده بقى ارضي. فعشان كده الجهاز كان بيتباع ارضي سقفي. صح. ماشي؟ بس كان بيفرق في حوض الميه، هنتكلم عليها كمان شويه. اوصف الجهاز السقفي والارضي هما الاثنين كانوا بيتباعوا، يقول لك سقف ارضي او يبقى لك ارضي بس او سقف بس، ويقول لك ايه لو انت عايز تعديل اشتري حوض صرف مبلغ. الهاي وول او اللي هو الحائطي ده الجهاز المتعارف عليه اللي هو بيعمل ايه؟ بيبقى موجود على الحيطه السحب بتاعه بص متره بقى لمين؟ لازم عشان تعرف تشوف التكييف شغال مظبوط ولا لا، شوف هي بيعمل ايه؟ الطرد بتاعه من تحت. لان هو الطرد بتاعه من فوق مش هيدي للسقف، فلا بما انه عالي فيدي ايه؟ الطرد بتاعه لتحت ويسحب هواء من فوق. عكس التاني كان بيدي طرد من فوق لان هو في مستوى قليل، يدي طرد من فوق ويسحب من تحت. مهم قوي انك لما تطلع الجهاز تشوف سكه السحب والطرد بتاعه. تمام؟ شغل الضغط وده ما بيعتبرش شغل تجاري، ده بتلاقيه في الفلل في المولات في المحلات، ولا اصلا مش شغل منزلي. ماشي؟ لان ده هو تكييف زي اللي انت شايفه ده بالظبط، بس بيتقفل عليه بالجبسن بورج. بيتقفل عليه بالجبسن بورج وبيتعمل له صاج هوايات سحب وطرد. التكييف الكاسيت زي ما احنا اتكلمنا عليه، دي الصوره الفعليه بتاعته. تكييف الكاسيت بيسحب من النص ويطرد من الاربع اتجاهات، وده بيبقى بياخد قرابه النص سنتي نص متر في السقف، لان هو الوحده بتاعته حوالي 30 حاجه و30 سم. يعني لازم على سقف معلق برضه. ده الكاسيت ده ما ينفعش غير في سقف معلق. وده ليه نظام في الصرف بتاعه منفصل. لسه هنتكلم عليها بعدين. ده الفريستاند او الدولاب بيبقى السحب بتاعه بص البراعة عامل ازاي؟ الفكره بتاعته فكره البلاور، فاكيد موتور الطرد المركزي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه وشفت الفيديو بتاعه اللي كان بيسحب من النص ويروح طارد، ده نفس الحكايه. البلاور بتاعه بيبقى بلاور كبير، ها، بيسحب جامد ويروح طارد. المروحه بتاعته ليها يعني الطرد بتاعه طرد ليه عزم شديد. التكييفات بيبقى ليها تكييفات كبيره السقفي او كان الارضي، الاربع حصان الخمس حصان الست حصان، بتلاقي فيه كانت اجهزه كانت يونيون وباور، وكانت اجهزه الحجم بتاعها سقفي مثلا او كده الحجم بتاعها كبير. التكييف كان بيبقى ليه مروحه واحده، مروحه زي الموجوده هنا دي كده لو عايزين تبصوا عليها. ماشي؟
طيب لما حجم الجهاز كبر قال لك التكييف مش هينفع دلوقتي ان انا ايه احط له مروحه واحده. طب ايه يا عم الحل؟ قال لك هجيب موتورين، الموتور ده باكسين والموتور ده باكس واحد، والاثنين يتوصلوا كهربا زي بعض ويشتغلوا. ماشي هنشرحها برضه ماشي، بحيث ان انت لما تدي اوردر من الريموت او تدي اوردر في الجهاز المروحتين يعملوا ايه؟ يشتغل. جت شركة تاني قالت لك لا يا عم انا مش هعمل موتورين. طب يا عم هتعمل ايه؟ قال لك انا هعمل موتور واحد ادي الاكس اهو وادي الاكس التاني وهعمل هنا جلب التطوير بحيث ان الموتور هنا هيعمل ايه؟ هيلف البلاور، وهنا هيلف البلاور والاكس هيبقى طويل شويه بحيث هيبقى فيه جلبه. شايف انت الجلبه دي عملت ايه؟ جلبه التطويل اهي، خدت من الاكس ده ربطته بالانكيه وراحت رابطه اكس تاني فيه عشان تشغل ايه؟ البلاور التاني. طبعا دي ممكن يكون ليها عيب ان الموتور بيبقى يعني حمل محمل على ناحيه اكتر من ناحيه، فوارد ان هو ممكن يجيب جلب بعد فتره. كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. فدي عيب. العيب الثاني في المروحه الثانيه دي، ودي حصلت معايا، كان عميل طبعا عميل مبقاش فاهم الكلام ده كله، جه موتور منهم فصل، فالعميل اتصل لي ايه؟ بيقول لي الجهاز بيطلع هواء من ناحيه والناحيه الثانيه لا. يعمل حاجة ازاي؟ قال لي والله الجهاز من ناحيه بيبرد والناحيه الثانيه ما بيبردش. فلما رحت شفت الجهاز لقيت ان في جهاز منهم كان الكباستور بتاعه كومبايلز فكان مش شغال، مروحه يعني منهم. فلما عملتها الاثنين اشتغلوا. التفاصيل الصغيره اللي انا بقولها دي هتفيدك او في الاعطال. انا مش هعرف اقول لك الاعطال واحد اثنين ثلاثه مملوكهاش، ولو قلت لك واحد اثنين ثلاثه لازم هيبقى في اعطال كتيره ناقصه. ليه؟ لان الاعطال مهما كان خبرتك مش كل الاعطال بتبقى عارفها. لكن الخبره هنا يبقى لازمتها ايه؟ ان انت لما عميل يقول لك حاجه او تطلع قدام جهاز ان انت تقف تفكر مين المسؤول عن الجزء ده؟ الحاجه الفلانيه، طب دي وظيفتها ايه؟ فنبتدي ان انت تفكر فتطلع العطل. في اعطال يعتبر اعطال شواذ او اعطال نوادر. ماشي؟ وقف وشغل تاني.